المقابلة تاع البارح على العياط انت ماجر، يعني المفروض ما تكونش خاصة في بطولة إفريقية كيما هذه وين داخل السمعة نتاع الجزائر. ماجر لاعب سابق الدولي وين ستار، يعني ما الشيء اللي داروه نتأسفوا عليه بزاف ونتمنوا ما تزيدش تكرر في هذا الشان هذه، خاصة عندنا ضيوف من القارة الإفريقية وين هو مام عنده سمعة عالية على المستوى الإفريقي. يعني كمدرب وطني سابق وكلاعب دولي وين حصل على ألقاب دولية وإفريقية، من المفروض يعني ما تكررش. نتمنوا الشعب الجزائري يكون واعي في تصرفاته خاصة في الملعب، عندنا أجانب وعندنا العالم كامل راهو متوجه بالأنظار لهذه البطولة، وين كاينين الدول الآخرين راهو يعني تنظيم الجزائر كانوا لو كان صابوا ما تنظمش هذا، وإحنا على مستقبل في شهر فبراير ولا مارس أنت أقل من 17 سنة، هذا ينقص من قيمة الجزائر. احنا لازمنا نرفع المستوى باش حتى المنافسات اخرى تنظم في الجزائر.